معايا الاستاذ الدكتور نادي اسكندر، مدير مديريه الطب البيطري بمحافظه اسماعيليه. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، كل سنه وما عليك طيب. وحضرتك بكل صحه وسلامه. انا عايز اتكلم مع حضرتك في حمله التحصين الاخيره. هي انتهت الحمد لله. لا لسه. عفوا، هي لسه ما انتهتش، احنا ابتدينا يوم 10/4. تمام. وتعليمات الدكتوره منى محرز نائب وزير الزراعه، كنا في اجتماع مع معالي الوزير الاسبوع الماضي. أيوة. يوم الثلاث اللي فات، وكانت التعليمات ان احنا مستمرين في الحمله لغايه لما نعمل تغطيه تحصينيه بنسبه 100% لتعداد الثروه الحيوانيه. تمام. فاحنا مستمرين خلال شهر رمضان لغايه لما نوصل نسبه التحصين ل 100%، بس بنبدا من بدري صباحا قبل ارتفاع درجه الحراره عشان الناس صايمه والناس ما تتعبش. أيوة. بنبدا من 6 صباحا لغايه 12 ظهرا. تمام، من 6 صباحا ل 12 ظهرا. أيوة. ودول 6 ساعات، يعني اعتقد ان هم كفايه قوي برضو. علشان برضو اللقاح في الحر ممكن يبوظ. أيوة. اثناء الاستعمال، وفي نفس الوقت برضو الناس ما تبقاش مرهقه، والصيام. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا دكتور نادي. دكتور نادي، طب الحمد لله من يوم 10/4 لغايه النهارده حققنا ايه؟ حققنا حوالي يعني بين 70 و80%. من 70 ل 80%. ده بالنسبه للتغطيه التحصينيه. أيوة. بالنسبه لمحافظه الاسماعيليه اللي انا شرفت بان انا وكيل الوزاره بتاعها، احنا يعني على مدار سنه تقريبا ما فيش ولا حمى قلعيه ظهرت كاشتباه او حاله نفوق ولا جلد عقدي، لان في بعض المحافظات دلوقتي ابتدى يظهر فيها الجلد العقدي في الابقار. احنا الحمد لله محافظه الاسماعيليه يعني حتى الان وانا بكلم حضرتك ما فيش اي حالات اشتباه. طبعا في تعليمات لكل الاطباء الزملاء اللي موجودين في الادارات، انا عندي 7 مراكز على مستوى المحافظه، كل مركز تابع ليه عدد من الوحدات البيطريه. لو اي طبيب اثناء لجنه التحصين بالحمى القلعيه وحمى الوادي المتصدع لو شاف اي حيوان عليه اي اعراض اشتباه جلد عقدي او اشتباه حمى الثلاث ايام بيبلغني فورا. تمام. فلغايه الان لم نسجل اي حالات اشتباه او حالات نفوق، ما عنديش حالات نفوق في الثروه الحيوانيه. انا بكلم حضرتك النهارده لان جالي تليفون على تليفوني الشخصي بيكلمني بيقول لي انا عندي حالات نفوق بالحمى القلعيه في اسماعيليه. فلما ابتديت اناقشه، لما ابتديت اتكلم معاه، نزل سقف طموحه من ان هم كانوا ماشيه، قال لي لا دي اغنام. لما ابتديت اناقشه اكتر، طب انت وديت الاغنام فين؟ يقول لي لا ما انا دفنتها. طب ما عملتش محضر ليه؟ يقول لي اصل انا كنت محصن عند دكتور خاص. طب ليه ما بتتعاملش مع الوحده البيطريه؟ اصل انا ليا الدكتور بتاعي من زمان. فانا بكلم حضرتك النهارده لحاجه، لهدف مهم قوي. انا عايز اقول للناس ما نجريش ورا الشائعات، خلينا يا جماعه عمليين. النهارده احنا كدولة عندنا الشجاعة ان احنا نقابل او نواجه المشاكل اللي كانت موجودة من سنين، وبنقول للمربي لو عندك مشكلة ما تهربش، ما تبعدش عننا، احنا اللي نحلها. احنا كدولة اللي عنده مشكلة يكلم مدير مديرية الطب البيطري، يكلم الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية علشان يعمل محضر اثبات حالة. مفيش حاجة اسمها حالة نفوق بدون ماشية نفق، ما مش هيعترف بهذا الكلام. الفلاح اللي عاوز ياخد حقه او المربي اللي عاوز ياخد حقه، عشان احنا كدوله كمان والمجهود اللي بيتم في هذه الفتره يكون ليه مردود حقيقي، لازم يكون في ارقام. الارقام دي ما تتحققش الا من خلال حضراتكم عشان تاخدوا حقوقكم من الدوله. اللي عنده مشكله، الساده مدير مديريات الطب البيطري مكاتبهم مفتوحه، الخط الساخن للهيئه العامه للخدمات البيطريه 19561 على مدار اليوم موجود، هو دي او هي دي النافذه الشرعيه الرسميه اللي احنا بنتعامل معاها. دكتور نادي، الوضع عندك حضرتك في اسماعيليه لو في اي مشكله يتصلوا بمين، او ايه الخط الساخن انت اللي موفره لهم، او يعملوا ايه؟ بص معليك، هوضح بس جزئيه. ايوه. هوضح جزئيه، احنا اي حيوان بنحصنه بيتراكم وبيتسجل. ايوه. يعني ايه تراكم وتسجل؟ يعني في بطاقه ورقيه مع الحيوان، مع صاحب الحيوان، مكتوب فيها مين اللجنه اللي حصنت له وتاريخ التحصين وحصنت ضد مرض ايه. تمام. طالما الحيوان مؤمن عليه ومتحصن ومترقم ومتسجل، هذا الحيوان لو نفق انا بصرف تعويض. الناس فاهمه ان صرف التعويض ده يعني موضوع ان انا ابلغ بالتليفون ان انا عندي 20 حيوان ماتوا، هروح اخد حق ال 20 حيوان. طبعا الكلام ده مش سليم، لا قانوني ولا منطقي ولا بديهي.
ولا منطقي. وبعدين لما حد بيبلغني اقول له طب هبعت لك نجمه نعمل تشريح للجثث، يقول لك لا انا رميتها. يعني ازاي حيوان نفق ثمنه 15 20000 جنيه ونفق، وانا عايز اخد تعويض وارميه في الترعه ولا ارميه في مصرف؟ ده هو المفروض يتحاكم لان هو ابتدى يلوث مجرى مائي، ابتدى ينشر المرض. تمام، والقانون بيجرم ده كمان. ايوه، فهو بيبقى فيها نوع من عدم المصداقيه بالنسبه للمربي. المربي بنقول له لو حصلت عندك اي حاله نفوق يا رب يبلغني انا شخصيا على تليفوني الشخصي. وقت ما يبلغني هبعت له لجنه من الساده الاطباء يعملوا صفه تشريحيه للحيوان ويكتبوا السبب العلمي اللي نفوق هذا الحيوان. ما انا ممكن اكون اكلته عيش كتير فجات له تخمه ومات. ايوه، ما هواش مرض وبائي. صح، ده سوء تصرف من المربي. ادي له تعويض باماره ايه؟ وهو عرف حدد شخص المرض على اي اساس؟ ايه الجهه اللي حللت او شرحت كده؟ وبعدين لما تيجي تزنق المربي زي ما حضرتك قلت يقول لك لا اصل انا ده غنم اللي مات غنم، اصل انا بجيب دكتور خاص، اصل انا مش عارف. طب هو الدكتور الخاص جاب له اللقاح منين؟ خلاص اصرف تعويضك من الدكتور الخاص. بس ما انت رفضت تتعامل معايا كدوله النهارده. انا دوله يعني الاطباء البيطريين في الفتره الاخيره دي قاموا بمجهود كبير جدا. يعني انا لاول مره اشوف تحرك من الجيوش من الاطباء البيطريين داخل المحافظات بهذه الصوره، وفي درجات الحراره المرتفعه في فصل الشتاء مفيش فرق ما بين طبيب وطبيبه، الناس كلها بتنزل تشتغل. ابتدت وزاره الزراعه لاول مره يبقى في دعم مادي ومعنوي، ونشوف مين المحافظه اللي حققت اعلى انجاز وجابت نتائج، وفي متابعه من الدوله. فالمفروض ان المربي يستفيد النهارده. عايز استفيد بوجود حضرتك معايا، وصلنا لايه في تراخيص المزارع؟ ولسه بترفعوا احداثيات مزارع وعنابر الدواجن ولا وصلتم لايه؟ احنا يعني عملنا احداثيات، خدنا احداثيات مزارع العجول كلها ومزارع الدواجن كلها كامله. أيوة. والاحداثيات دي اتبعتت للهيئه العامه للخدمات البيطريه، بجانب اللجان التحسين اللي بتنزل دي مش فيها دكتور وقايه بس، ده في دكاترة رعاية، في دكاترة إرشاد بيعملوا إرشاد للناس من بيت لبيت زي ما بنقول. أيوه. بيبقى متبلغ قبليها عن طريق المساجد اللي في القرية. وبجانب كده أنا ابتديت في الإسماعيلية أعمل قوافل علاجية مجانية للأماكن اللي ما فيهاش وحدات بيطرية، بحيث أوصل الخدمة للمربي لغاية باب الحظيرة. يعني ما أنا برضو المربي الصغير اللي هو الفلاح اللي عنده رأس أو رأسين ده، عشان ينقل الراس او الراسين دول لو عيانين بعربيه يوديهم الوحده البيطريه على بعد 10 15 كيلو، في ريسك على الحيوان انه ممكن يتكسر او يتفسخ وهو بيركب او بينزل من العربيه. الراجل طبعا هتبقى التكلفه عليه عاليه جدا، مصاريف النقل. فانا بختار الاماكن اللي هي محرومه من الوحدات البيطريه او اقرب وحده بيطريه ليه على بعد 10 15 كيلو، وبعمل له قوافل علاجيه مجانيه. بيبقى نازل معايا دكاترة رعاية تناسلية، بنعمل مسح تناسلي، نازل معايا دكاترة التلقيح الصناعي لو في حيوان شايع ولا حاجة بنلقحه صناعي مجاني. كل الحالات المرضية العادية بتتعالج وبتاخد علاجاتها مجانيا. احنا بنعمل نشاط القوافل العلاجية ده بيبقى ضغطه اوفر على الأطباء، وبعض الزملاء بيتبرعوا ببعض الأدوية، وبنعمل لينك مع شركات الادويه بناخد منهم بعض تبرعات بالادويه، لان الحملات القوافل العلاجيه دي بتبقى مجانيه تماما. ما انا عارف. يعني انا عايز اكلمك عن نقطه مهمه قوي. الاطباء البيطريين بعد الاجراءات الاخيره وبعد تفعيل دورهم انطباعهم ايه؟ لان هو ده اللي قايم بالخدمه، هو ده الراجل الطبيب البيطري، هو ده اللي شغال، هو اللي شايل المسؤوليه كلها. والله هو احنا عندنا بعض المشاكل اللي تخص المهنه، بداية من قلة التعيينات، لأن احنا كلنا وصلنا لمرحلة سنية فوق ال 55 سنة، فعندنا يعني زي الشجرة اللي وراها بيتساقط. أيوة. ناس بتطلع معاش وناس بتوفاها الله. طب احنا عايزين ننقل الخبرة العملية والمعملية للأجيال الجديدة، فمحتاجين تعيين أطباء بيطريين بأي شكل. يعني لازم وزارة المالية تساعدنا. رفعتم مطالبكم دي للساده المحافظين؟ ما هو انت المفروض النهارده في كل محافظه بيبقى في درجات، والساده المحافظين بيتابعوكم وبيعملوا معاكم اجتماعات، ولما بتيجي تنزلوا دلوقتي للحملات بيوفروا لكم مثلا وسائل انتقال، فانتوا في تواصل مباشر ما بينهم. احنا بنجد الدعم من معالي الوزير المحافظ في كل شيء. أيوه. بس تعيينات الاطباء دي ريليتد لوزاره الماليه والتنظيم والاداره. ايوه،
يعني معالي الوزير المحافظ ما يقدرش يعين اطباء بيطريين. الكلام ده ريليتد لوزاره الماليه والتنظيم والاداره، هم اللي هيعملوا الاعلان وهم اللي هيوفروا الدرجات الماليه للتعيينات الجديده. تمام. فده ملوش دعوه بالاداره المحليه. تمام. احنا كمديريات خدمات ما هوش مركزي، قصدي حضرتك ان هو مش مركزي عندي من المحافظه. اه لا، المحافظه ملهاش علاقه. تمام. المحافظه ممكن تعين على صناديق خاصه، ودي بتعمل مشكله طبعا، لان الرواتب بتبقى ضعيفه جدا، حوالي 200 300 جنيه، فمحدش هيشتغل الشهر كله ب 200 300 جنيه. تمام. النقطه اللي حضرتك ايوه، فاحنا بنطالب بس القياده السياسيه انها تنظر في تعيين الاطباء البيطريين. تمام. علشان انا الطبيب دلوقتي المتخرج جديد ده لو وقف في سلخانه مش عارف يكشف عند بيح، لازم ادربه على الاقل 6 شهور عشان أيوة. يعرف شكل الغدد الليمفاويه السليم ايه، شكل الغدد المصابه ايه، ايه الامراض اللي بعمل فيها اعدام كل للذبيحه، ايه الامراض اللي اعدم فيها ربع من الذبيحه حسب احكام ودستور اللحوم. فانا عايز انقل الخبرات دي بتاعه الناس اللي عندها 58 سنه او 55 سنه للشباب اللي عنده 25 و30 سنه. صح. عشان الاجيال دي لما تطلع معاش او يتوفاها الله المهنه ما تقعش. كلام سليم. يعني. وانا بشكرك على المجهود اللي بتقوموا بيه. دي اساسيه جدا جدا جدا. اكيد يا دكتور هيكون لنا تواصل مع حضرتك ثاني عشان نغوص اكتر في المشاكل او في احتياجاتكم بمعنى ادق. بشكرك. اهلا وسهلا وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بالصحه والسلامه دكتور نادي اسكندر، مدير مديريه الطب البيطري بمحافظه اسماعيليه.